اهلا وسهلا بيكم مره تانية، كل عام وانتم بخير. معكم اسلام سالم، قناه كل اكاديمي. النهارده هنتكلم برضو عن نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، بس بتحديث. مين مش عايز يعمل موقع بناء؟ مين مش عايز يعمل انيميشن في اللوميون؟ يعني ايا كان المشروع اللي احنا بنعمله، احنا محتاجين نضيف فيه حاجه مميزه. الشيء المميز اللي احنا هنضيفه بالتأكيد لازم يكون حاجة غير المعتاد، غير الستاندر الموجود في الجهاز. احنا عندنا اللوميون، وفي حاجات احنا عارفين ان هو ايا كانت التولز او المودلز اللي بيبقى موجود ما بيبقاش جامع كل شيء انت محتاجه. يعني لو انا ضايف 5000 سياره، طيب انا محتاج سياره واحده بس موديل الخمسينات مش موجوده. طيب انا ضايف 10000 مبنى، طيب انا محتاج مبنى واحد تحت الانشاء مش موجود. طيب انا ضايف نقل، طيب تمام انا محتاج نقل قلاب مش موجود. يعني كل شيء لازم يبقى كاستم على حسب ما احنا محتاجين. احنا دلوقتي بنحاول نلاقي الحلول ازاي نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. اتكلمنا قبل كده على الانيميشن، ان احنا بنعمل الموشن بتاعنا على الماكس وبننقله على اللوميون. طبعا في انواع كتير قوي من الانيميشن، في انواع انا بعتبرها ان هي غير مجدية، يعني مش كويس، وفي انواع بتبقى ممتازة جدا. يعني في انواع من السهل ان احنا نعمل عليها تريك كده ونحول الفايل بتاعنا او الموديل بتاعنا ده لانيميشن ممتاز جدا من غير ما يكون حجمه كبير. طبعا يمكن الناس اللي عملت اللي اشتغلت في انيميشن الموديل الهيومن بادي والحاجات دي يمكن تكون فاهماني شويه، ان الموديل لوحده بيطلع مثلا اكتر من 1 جيجا، اكتر من 1 جيجا وانت هتعمل له لود على اللوميون، فالشكل هيبقى ازاي. طب احنا دلوقتي هنتكلم عن اضافه جميله جدا احنا هنضيفها على الماكس هتسمح لنا بتحريك السيارات. تحريك السيارات، تحريك السيارات. طب احنا هنحتاج ايه تحريك السيارات؟ ما السيارات موجوده في اللوميون. طيب خلونا نشوف كده. احنا اولا عايزين نعرف ان مفيش حاجه صعبه، يعني كل شيء لو احنا مسكناه ستيب باي ستيب هيكون سهل جدا. خلونا نمسكها كده ستيب باي ستيب ونشوف تحريك السيارات ده ايه الميزه بتاعته او هيضيف لنا ايه في المشروع. خلينا كده نشوف مع بعض. ادي عندي ملف لوميون، انا هفتح الملف كده. ادي موقع في لودر، في ناس بتتكلم، وفي سيارة. طيب اللودر ده هيعمل ايه؟ اللودر بيتحرك. طب الحركة دي مش موجودة في اللوميون. خلونا نقرب كده ونتفرج عليها. ده العربية كمان بتظبط نفسها. اللودر انا دلوقتي عندي اللودر اهو بيتحرك بالراحة. يعني انا اعمل الحركة دي بسرعة، اهو بيفرغ شيء في السيارة. طبعا انت اللي بيعمل الشغل ده ممكن يعمله بتأني ويعمله افضل. ايوه ارجع بقى اللودر، انا كنت بعمل امريكاني باللودر وكنا راجع. ادي العربية طلعت خلاص، بقى المفروض بقى يعمل ايه. طب احنا في عندنا هنا عربية تانية اهي. طيب لا احنا غير كده وكده، نبص هنا احنا في عندنا عربيه بتعمل امريكاني اهي اهو. طيب نعمل نسيبها كده، هتعمل ريستارت دلوقتي. طيب الحاجات دي موجوده يا جماعه على اللوميون؟ لا مش موجوده. العربية بتلف حوالين نفسها اهي، بتعمل درافت في الأرض، ماسكة الهاند بريك، هفك الهاند بريك دلوقتي،
مسك شوية مسك الهاندبريك وشوية فكه. أنا طبعا أعذرني، أنا مش خبير في الدرافت. ابدأ كده. أيوة أدي العربية، شايفين الحركة ماشية إزاي؟ الحاجات دي كلها مش موجودة في اللوبي. طب خلينا نطلع كده. العربية دي بتعمل إيه دلوقتي؟ تعال نبص كده. أها قلاب بتفضي مثلا اللي هي خدته. طبعا انا عامل ده شيء سريع كده بس عشان نعرف ايه اللي احنا محتاجينه او ايه اللي المفروض احنا بنتكلم عليه في اللوميون وممكن يفيدنا بايه. طب ده مش موجود اصلا في اللوميون. اوكي عذرا يا جماعه على الريميت اللي بيحصل، انا بس مسرع الحركه شويه وعامل كل ده بس بسرعه كده عشان نقدر ان احنا نشوف ايه الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه وايه الفايده بتاعته في الشغل بتاعنا. تمام. طيب الحركه دي والحاجات دي هنقدر نعملها ازاي؟ اهي بينزل القلاب دلوقتي وهو ماشي، وهيروح على فين؟ هيروح لعمه اللودر دلوقتي اللي شال مثلا من التراب ده وطلع. وادي عربية تانية نقل طالعة. انا كنت بعمل امريكاني بالعربية دي وبتنطط بيها حاجات جامدة اوي. طالعة فوق اهي، ده جنب الفيلا بتاعتي. انا بحب البحيرات عشان كده عامل لها بحيرة هنا. طيب خلينا احنا سيبنا دلوقتي من الحاجات دي، هنشوف دلوقتي ممكن ناخد حتة الأرض دي فين. خلونا يا جماعة نبدأ هو هنج بس بسيط. هنعمل بصل ده خالص وهنروح على الماكس. احنا عايزين نعرف ايه اللي احنا بنتكلم عليه ده. اللي احنا بنتكلم عليه ده بلجن بسيط اسمه ميد كار. نحط اللينك بتاعه، هو شغال على اي اصدار في الماكس. انا شغال مثلا 2018، في عندي 2016 بس شغال دلوقتي على 2018. احنا عندنا سيارة عايزين نحركها. طب هنحرك السيارة دي، السيارة دي لازم يكون فيها عجل. ايوه طبعا فيها عجل، بس انا قصدي ان العجل ده يكون عنصر لوحده. العجل عنصر لوحده غير السيارة. اوكي كده؟ انا عندي السيارة دي، اجيب التوب فيو كده اقول له انا دلوقتي رحت من هنا واخترت الميد كار. اوكي يا جماعه ده ميد كار هنا في الهيلبر. اوكي ادي الميد كار، هروح هنا على السياره، ادي التوب فيو، راح على السياره واقول له هيد سيلكشن. يتبقى عندي ايه؟ طيارات العجل. تمام. طيب ممتاز جدا. في عندي هنا في البلاجن ده في عندي هنا وين، ادي العجل، هدوس على واحده واجي في نص العجله كده وهرسم عجله. اوكي يا جماعه حجم العجله دي المفروض ان هو يتناسب مع حجم العجله الحقيقيه عشان ما تبقاش السياره نطه في الارض، عشان لو جت حصل اكسيدنت ولا حاجه في السيموليشن اللي احنا بنعمله ما تخبطش في، يعني ما يبقاش الخبطه والعربيه بعيده او الخبطه بعد العربيه بتخش داخل حائط او داخل سياره ثانيه على حسب يعني. طب احنا دلوقتي شايفين الايقونه اللي فوق دي الاين، هنعملها الاين مع
مع التاير الحي. اوكي ابلاي. اوكي هنا هنروح على الاعدادات بتاعته، نبدا نصغر الحجم شويه عشان يبقى بالظبط على حجم الطيارات. هننسخ الطير من الويل ده من طير لطير، الاثنين اللي قدام هنعملهم انستنت، يعني الاثنين زي بعض. خدوا بالكم احنا مش هنعمل ميرور، هنقلبها بالروتيشن. تمام يا جماعه؟ ادي ال 180 وهنعمل ايه؟ الاين ليها على في الثلاث محاور. اوكي هناخد برضو ده وهنرجعه ورا بس كابي. طب كابي ليه؟ احنا هنخلي الاثنين اللي قدام زي بعض، الاثنين اللي ورا مختلفين بس زي بعض. تمام؟ ايوه ده لسه مش مظبوط، فاحنا هنعمله اللاين مع التاير الخلفي. هنسحب برضو ده، مظبوط عليه، مظبوط عليه نفس الحال. هنسحب برضو ده على الطاير الثاني انسان عشان الاثنين اللي ورا شبه بعض، وهنعمله روتيت 180 درجة. هنقول له الاين هنا تاني. اوكي كده. طب احنا حطينا ايه دلوقتي؟ حطينا العجل. ماشي ماشي. هنرجع تاني ونقول له عايزين نحط المساعدين والجر والموتور. ماشي. هناخد هنا اللي هو سسبنشن ده، وهنحط هنا واحد، هنقول له برضو ظبطها مع الطاير ده. تمام. هنا برضو في السيتنج بتاعها هنقول له ده ايه؟ هي ده الطيار اللي قداماني؟ اه ده الطيار اللي قداماني. نقول له ده ايه؟ درايف ويل وستيرنج اير. يعني ده برضو بيسحب، في سحب، العربية فيها سحب، مش سحب خلفي، نخليه سحب على الأربع عجلات مثلا اللي هي الدرايف ويل، والستيرنج جير اللي هو الدركسيون، ودي يمين ودي شمال الكلام ده. تمام. عملنا له الاين هنا مع التاير، خدنا ده. اوكي هنعمل له برضه كابي على الناحية التانية انستنت بكل بساطة، وناخد الروتيت، خلينا فاكرين دي مهمة جدا، هناخد الروتيت وبرضه هنعمل له الاين هنا. تمام كده طالع هو هو. طيب احنا ده وده الاثنين هنا من تحت دول سبورت كار. اوكي هناخد واحد منهم هنعمله كوبي باك، كوبي مش انستان، لان ده مش نفس الخصائص بتاعت اللي قدام. احنا فاهمين ان احنا كده بنعمل له ايه؟ بنعمل له الايد، يعني بنظبطه على نفس الحجم، لان انا ببص من توب فيو ممكن يكون تحت شويه او فوق شويه فمش هيتظبط. لا انا بعمل له الايد انا بس، ده مش ستيرنج جير. اوكي لكن ده ايه؟ ده هاند بريك. الهاند بريك بيبقى خلفي. اوكي يبقى ده هاند بريك. تمام كده. هعمل له كوبي هنا تاني بس المرة دي انستنت، وبعد كده هلفه 180 ديجري وهقول له الاين مع الرايت باك تاير. تمام كده. انا عملت دلوقتي العجل و المحرك اللي بيحركهم. تمام. ناقص اعمل ايه؟ هقول له ام هيت او رجع لي السياره. طيب انا ناقص اعمل ايه هنا بقى؟ الشاسيه اللي هي السياره، هيجي هنا في النص
وروح ساحب كده بعد ما دوستله على الشاسيه. تمام كده؟ اظبط الابعاد بتاعته. ايوه كده. اكسلنت. طيب انا هبص بس من الجنب الشاسيه تحت. طيب انا هعمله اللاين على هتبقى اللاين. تعمل ايه؟ ادي كده الشاسيه بكل جوانب السياره. اوكي كده. هعمل بقى شيء مهم جدا. احنا عرفنا دلوقتي الحاجات دي. خلينا نخفي الارضيه دي دلوقتي. احنا بنشغل السياره بس. السياره فيها تيارات وفيها شاسيه. طيب انا دلوقتي حطيت لها التيارات دي، قلت لها هنا والمحركات والكلام ده. هقول له اعمل لي لينك بتوين التاير والتاير بتاعه بتاع المكر. تمام. سيم ذا اذر وان. سيم ذا شاسيه. ادي الثالثة وادي الرابعة. تمام كده؟ ممتاز جدا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا رسمت كل ده. طيب يا عم انت رسمت كل ده وبعدين؟ هاجي هنا على الميد كار، هختار كلمة ميد كار نفسها وارسم له الميد كار بيجر ذان ايفريثينج شويه يعني. اوكي. يعني هو مش محتاج ان انا اعمل له الله يده حاجه بس. تمام كده. ادي الميد كار. اوكي ممتاز. انا هرفع له بس دول شويه كده فوق. هنفهم دلوقتي ان هيد اول رجعت الارضيه. انا محتاج ايه دلوقتي؟ حاجه واحده بس اللي باقي. ايه هي؟ ستارت بوزيشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هدوس كده واسحب. انا هبدا من هنا، ارفع ده شوية لفوق. انا هبدأ من هنا. اوكي يا جماعة انا عملت كده. وبعدين هروح له هنا، هختار له ال اخر صندوق احنا عملناه اسمه ايه؟ اللي هو الميد كار. هختار له الميد كار. اوكي. هيطلع لي هنا في الموديفاير اعدادات الميد كار. اوكي. هو محتاج مني ان انا اقول له على شويه حاجات الاول قبل ما يكمل. احنا عرفنا كده الخطوات بسيطه مش صعبه جدا. محتاج مني اقول له شويه حاجات قبل ما يكمل. طيب ايه هي الحاجات اللي هو محتاج اقولها؟ شوف بس. طيب انا مش عايز ازود بس طيب قوي. طيب خلينا احنا نعملها مرتين. في عندنا الجرافيتي، هختار له ده. يعني انت هتمشي على الارض دي. في عندي الستارت بوزيشن، ادي الستارت بوزيشن. تمام يا جماعه. الاعدادات هنا انا ممكن اقول له على دي 15 او 20، دي 5000 5000، دي
الاعدادات اللي انا همشي بيها السياره من على الكيبورد، انا بحب اخلي ده الزد. هنا هقول له ابجريد او ابديت. ابديت يعني بيحط لي السياره في المكان المفروض ان هو هيمشي فيه. اوكي كده، انا كده هتفرج على المكان. شايفين يا جماعه كده؟ انا كده هتفرج، انا قلت له ابديت اوكي. هقول له درايف، بيحمل، اظهر لي دي في ادي الناترو وادي الهاند بريك. اقول له، يقول لي انتر تو ستارت، انا ادوس له انتر. شايفين العربيه نزلت بالراحه كده؟ هو بيقول لي ايه، دوس دبليو فور فورورد. شايفين يا جماعه اللي بيحصل؟ ادي العربيه، خش يمين، تمام، كمل 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 كمل. قلبت السيارة. طيب هنعمل ايه؟ ستارت تاني، ادي ريزل ابديت. هو المفروض الواحد يكون حنين شوية على السيارة، يعني انت تبقى عارف ايه اللي هي ايه اللي هيحصل، والسرعه بتاعتك ازاي. انا قلت لكم ان انا عملت السياره الثانيه بسرعه. ادي السياره، لو انا دلوقتي دوست كده انت دخلت على دي بسرعه. ادي طيب انا دلوقتي دوست، ايوه، فرامل، ارجع السياره لورا، هاند بريك، اقدم السيارة قدام مع الهاند بريك واخدها يمين. ادي السيارة بتلف يمين، لكن سايب لو انا سبت الهاند بريك ممكن تتقلب دلوقتي. طيب انا هسيب الويل، اخليه ستريت واسيب الهاند بريك. طلعت السيارة، امسك بقى الهاند بريك، ادور تاني والف تاني. اهو انا عندي دلوقتي عرفت ازاي ان انا اتحكم بالسياره، تمام يا جماعه. الف الناحيه الثانيه، العربيه بسيطه جدا والحكايه حلوه جدا. ستوب كده، انا بقى كاني دلوقتي ستوب كله، هدخلها باركينج. وصلنا بحمد الله. ده طبعا التايم لاين بتاعها. لو انا دلوقتي رجعت كده، المحاضره الجايه احنا هنعمل كاميرات فولو للسياره، وهنشوف دلوقتي السياره بتتحرك ازاي. ادي يا جماعه السياره اهي، عملنا الحركة بتاعتها اللي احنا ممكن بعد كده نعمل الحركة دي اكسبورت على لوميون. هنستقبلها بطريقة لذيذة جدا وحلوة جدا، وهتشتغل معانا ممتازة جدا. ده اللي هنشرحه الحلقة الجاية. أرجو إن احنا نكون وفقنا في إن احنا نقول حاجة جديدة، هي مش جديدة قوي يعني، بس ليها تعديلات وليها شغل حلو جدا. هنشوف إن شاء الله مع بعض الحلقة الجاية. لو في أي استفسار أو أي حاجة، أرجو إن كنتوا تبعتوها على طول للتيم بتاعنا، أو تبعتوها على الجروب، هم على طول بيردوا على طول، مشكورين يعني الجماعة. إحنا نتمنى إن أنا ما كنتش طولت عليكم. لو الحلقة مفيدة أتمنى إنكم تعملوا لها شير. أهلا بيكم في أي وقت، كل عام وجميعا بخير. تحياتي ليكم وأشوفكم على خير. مع السلامة.